عظيم على المسلمين. فلم يصبر عمر، ما جلس مع الجالسين، توجه قال أين رسول الله، ودخل على بنت حفصة فإذا هي تبكي، قال أطلقكن رسول الله؟ قالت لا أدري لا أدري، الرسول خرج من عندنا زعلان ولا ندري شو اللي صار. قال أين هو؟ قالت هو ذاك في المشربة. فجعل يلومها، أما قلت لك، أما نصحتك، أما وعظتك، أما أما، شأن كل أب شفوق على بنته. ولكن عمر كان أعظم شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحصل ما يشغل قلبه أو يكدر خاطره صلى الله عليه وسلم. أين رسول الله؟ قالت هو ذاك في المشربة. المشربة غرفة لها درجة، درجها عبارة عن جذع نخل مسند إليها. فجاء عمر إلى المشربة، وإذا المشربة الرسول صلى الله عليه وسلم داخل هذه الغرفة، وعلى بابها عبد أسود مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه رباح، جالس على الباب ومنزل رجليه مدليها من باب الغرفة. فقال له استأذن لي. قل عمر يستأذن. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قريب عنده في المشربة يسمع صوته، فالعبد ما احتاج انه يستأذن. التفت العبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه، فإذا النبي ساكت لم يقل إذن له. فالتفت إليه وقال هو ساكت يعني لم يأذن لك. فرجع عمر يقول جلست عند المنبر فغلبني ما أجد، فرجعت فقلت له استأذن لعمر. فنظر الرباح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال نظرت إليه فلم يتكلم، إيه لم يأذن لك. فذهب عمر يريد أن يجلس فلم يستطع الجلوس، وغلبه ما يجد، غلبه ما يجد، لا يدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الرسول الآن غضبان؟ هل هو حزين؟ هل هو مكروب؟ إن عمر انشغل خاطره وهمه بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أكثر ما يقلق الآن. لا يقر له قرار الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، معتزل. فرجع إلى رباح وناداه يا رباح استأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع صوته حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله إني ما أتيت لأكلمه في شأن حفصة، لو أراد أن أضرب عنقها لضربت عنقها. حتى يريد أن يوصل النبي رسالة أني ما أتيت شافع لبنتي حفصة ولا لغيرها من الأزواج، أنا أريد أن أقابلك. فنظر رباح للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إنه قد أذي لك، أدخل. فدخل عمر رضي الله عنه، فلما دخل وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع على حصير ليس عليه إلا إزاره، فسوى إزاره صلى الله عليه وسلم، أما باقي جسده لم يكن عليه شيء، ولذلك كان مضطجع على الحصير، ورمال الحصير يعني حبال الحصير مؤثرة في جنبه النبوي الشريف، وهو مضطجع صلى الله عليه وسلم، ووجهه صلوات الله وسلامه عليه يعلوه الوجوم. فوقف عمر وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قابله، قال يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا. فرفع عمر صوته بأقوى ما يستطيع الله أكبر، حتى سمعت أوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن في الحجرات تكبير عمر. قالت أم سلمة لما سمعنا تكبير عمر علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلق، فسري عنهن، لأن الرسول خرج منهن وأعلن أنه سيهجرهن، ولا يدرين رضوان الله عليهن هل هذا طلاق أم اعتزال. فلما كبر عمر علم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه. ثم بدأ عمر يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف وهو يرى الوجوم على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يسري عنه. قال يا رسول الله نحن كنا في مكة نغلب النساء، والنساء ما يتكلمن ولا يقولن شيء، فلما أتينا هنا خالطت نساءنا نساء الأنصار وأخذنا منهن، وبدأت نساءنا تراجعنا، حتى أن ابنة زيد يعني زوجته كانت تراجعني في بعض الأمر، فقلت لها ما أنت ما أنت وذاك، وبدأ يتكلم في المشكلة اللي صارت بينه وبين زوجته. يقول فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وهذا كان اللي يتمناه عمر، لذة عمر أن يرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم سري عنه، أن يرى هذا الوجوم قد انقشع عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. إن الصحابة رضوان الله عليهم قد ارتبطت مشاعرهم بمشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، يفرحون لفرحه، يحزنون لحزنه، يكربون لكربه، فما قر له قرار والرسول صلى الله عليه وسلم واجم، انزاح عن خاطره اهتمام بابنته وهي أقرب الناس إليه، وأصبح شغله الشاغل أن يسري على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم جعل يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، أنا دخلت على حفصة وأنكرت عليها وقلت لها وقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وبدأ يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويروي ما دار بينه وبين حفصة. قال: حتى سري على وجه النبي صلى الله عليه وسلم فابتسم ابتسامة أخرى أكثر إشراقا، وسري على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجملهم ثغرا إذا تبسم. فلما تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية أنس عمر وسري عنه، قال: يا رسول الله أستأنس؟ يعني أجلس؟ وكل هذا كان عمر واقف مكروب، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس. ثم بدأ عمر يقلب بصره في هذه المشربة في الغرفة هذه اللي بيعتز